سلام الله عليكم تلميذات العزيزات أعزائي التلاميذ، نلتقي مجددا في درس من دروس الرياضيات للمستوى الثالث. موضوع الحصة هو جمع الأعداد الكسرية لاديسيون دي فراكسيون، وهو الدرس 21. بالنسبة للأهداف التعلمية فهي أن يحسب المتعلم مجموع قصور لها نفس المقام باعتماد النماذج، أن يستنتج أن مجموع جميع الأجزاء الكسرية تساوي وحدة كاملة، أن يحل وضعية مسألة بتوظيف الجمع. نمر مباشرة إلى الحساب الذهني ومع العدد 9. إذن رأينا كيف نضرب العدد 9 في عدد. اليوم سنقوم بجمع العدد 9 زائد أعداد. إذن بالنسبة للأعداد من 2 إلى 9 مثلا 5، هذا العدد 5 يساوي 1 زائد كم؟ إذن العدد 5 نكتبه على شكل جمع 1 زائد كم؟ إذن 1 هو رقم العشرات زائد كم؟ زائد 4، إذن 4 هو رقم الوحدات. نفس الشيء بالنسبة للعدد مثلا 7، 7 يساوي 1 زائد 6، إذن فمجموع العدد 7 زائد 9 يساوي 16. بالنسبة للأعداد الأخرى مثلا 17، أضيف 1 إلى رقم العشرات وأنقص 1 من رقم الوحدات، وبذلك فإن 17 زائد 9 يساوي 26. 48 زائد 9 أضيف 1 إلى رقم العشرات اللي هو 4 زائد 1 تساوي 5، وأنقصه من رقم الوحدات 7، إذن 57. الآن مع النشاط الأول، أكتب الكسر الذي يمثل كل جزء من القرص وأحسب مجموع الأجزاء. فمثلا لدينا قرص مقسم أو مجزأ إلى جزئين، إذن كل قطعة تمثل نصف، إذن نصف زائد نصف، إذن نحتفظ بنفس المقام هو 2، وأجمع البسطين 1 زائد 1 تساوي 2، ولكن إذا كان لدينا البسط يساوي المقام فهذا العدد يساوي وحدة كاملة، إذن 1 نصف زائد نصف يساوي 1. بالنسبة للقرص الثاني لدينا هنا، هذا القرص مجزأ إلى كم؟ إلى 10 أجزاء، إذن كل جزء يمثل عشر. إذا لدينا اللون الأصفر هنا 1 2 3 4 5، إذا لدينا 5 أجزاء، إذا قلنا كل جزء يمثل عشر، عشر زائد عشر زائد عشر زائد عشر، إذا 5 أعشار 1 2 3 4 5، 5 لدينا 5 أعشار. بالنسبة للجزء الآخر كذلك، إذا لدينا 5 أعشار 5 أعشار 5 أعشار زائد 5 أعشار، إذا هنا أحتفظ بنفس المقام، أحتفظ بنفس المقام، أكتب 10 في المقام وأجمع البسطين 5 زائد 5 تساوي 10، إذا هنايا 5 أعشار وهنا 5 أعشار، 5 أعشار زائد 5 أعشار. إذن بما أن لدينا البسط يساوي المقام فهذا العدد يساوي 1، إذن إلى أن البسط يساوي المقام فهذا العدد يساوي 1، إذا كان البسط أصغر من المقام فهذا العدد أصغر من 1، إذا كان البسط أكبر من المقام فهذا العدد أكبر من 1، وهذا رأيناه في
حصص ديال التساوي، تساوي عددين كسريين. إذن نمر إلى نشاط آخر وهو كذلك قرصين. لدينا هنا هذا القرص قسمناه على ثلاثة، إذن كل جزء يمثل الثلث. لدينا ثلث، ثلث آخر، وهنا ثلث. إذن باللون الأزرق لدينا كم من ثلث؟ واحد، اثنين. إذن ثلثان، اثنان على ثلاثة ثلثان، زائد ثلث. إذن ماذا أفعل؟ أحتفظ بالمقام، نفس المقام هو ثلاثة، وأجمع البسطين اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة، التي تساوي وحدة كاملة. لماذا؟ لأن هنا ثلاثة ثلاثة، حتى هذا الكسر هذا يمثل القسمة. إذن إذا قسمنا ثلاث مثلا ثلاث حلويات على ثلاث تلاميذ، فإن كل تلميذ يصبح يصير نصيبه حلوى واحدة، وحدة كاملة. هنا هذا القرص هذا قسمناه على ست أجزاء، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. لوننا بهذا اللون كم من جزء؟ ثلاث أجزاء. إذن كل جزء هو سدس، لدينا سدس، سدس، سدس. إذن كم من سدس لدينا هنا؟ لدينا ثلاث أسداس. إذن هنا سدس، سدس آخر، سدس آخر، ثلاث أسداس. إذن ثلاث أسداس، واحد، اثنين، ثلاثة، زائد ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاث أسداس كذلك. إذن ثلاثة أسداس زائد ثلاثة أسداس، نحتفظ بماذا؟ بالمقام، ونجمع البسطين ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة. إذن بما أن لدينا هنا ستة ستة، إذن فهذا العدد يساوي واحد. إذن لدينا وحدة كاملة، إذن قرص واحد. ونمر إلى التذكير بما رأيناه في هذه الحصة لجمع عددين كسريين لهما نفس المقام، ماذا أفعل؟ إذن لدينا عددين كسريين، إذا أردت أن أجمع عددين كسريين أنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إذن كل جزء هو خمس. إذن خمس لدينا هنا، خمس هو هذا، واحد، خمس، زائد واحد، اثنين، ثلاث، أخماس، ثلاث أخماس. إذن المجموع يساوي كم؟ أربع أخماس. إذن ماذا فعلنا؟ قمنا بجمع، بالاحتفاظ بنفس المقام، المقام نفسه، وجمعنا البسطين. إذن هذه هي القاعدة لجمع، لحساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام. نحتفظ بالمقام، بنفس المقام، وأجمع فقط البسطين. إذن هكذا نصل إلى نهاية الحصة، وإلى اللقاء في حصة أخرى وفي درس آخر إن شاء الله.